دخل الحمار معترك الانتخابات في جمهورية الغابة، فسنده في حملته أبوليوس بإعادة نشر عمله الأدبي الحمار الذهبي، ودعمه الكاتب المصري أيضا توفيق الحكيم الذي رافع ضد حزب الأسد. أما الجزائري رضا حوحو فخطب في الحيوانات قائلا: إن الحمار مثقف وله آراء في مختلف القضايا. إعلاميا أخذ الكاتب أحمد العياشي على عاتقه إزالة صفة البلادة في عموده الشهير بحليطو على صفحات واشنطن بوست. أما فنيا فأفرد المغني المصري سعد الصغير أغنية جميلة استخدمها الحمار في تجمعاته الحيوانية. تفوق الحمار في معركته الانتخابية الشهيرة لدرجة أن الأسد تخوف في ليلة الشك التي تسبق إعلان النتائج، لكن بعض الأرانب طمأنت الأسد قائلة: نرتبوه نرتبوه نرتبوه. سمع الحمار بالمؤامرة فقرر ترك السياسة والتحق بسوق الخضر والفواكه ببوفريك لينافس شاحنات الهربين الصينية في روبورتاج صوره عادل شوشو وكتبه فاهم عبد الله. في زمن شاحنات المرسيدس العملاقة والماكينات الألمانية المذهلة، ما زال الحمار آلة نقل فعالة هنا في سوق الخضر ببوفاريك. فلا زحمة مرورية تقلقك ولا حوادث مميتة تخيفك، فبكلمة الرر يهيئ لك ظهره لحمل ما شئت من أسفارك، خاصة إذا علمنا أن هذا الحيوان قد يحمل ما لا تطيق على حمله بعض الشاحنات الصينية الحديثة المعروفة عندنا بالهربين. تعودنا على مشاهدة طوابير الشاحنات والمركبات أمام أسواق الجملة والمساحات التجارية الكبرى لاصطياد فرصة لنقل البضائع. أما بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية بوفاريك فتشد بصرك طوابير عربات يجرها الحمير أو الكارو التي أصبحت مصدر رزق للكثير من شباب المنطقة. خبزة حلالية والحمد لله، نخدم وشارجو وندي شارجو الحمد لله. خبزة حلالية صاحبي، هاو خاوتنا هاو خاوتنا الحمد لله خويا، كيما يقولوا قالك ناس بكري وخبز من الماء راس في السماء. مزوج وانا نخبط حتى الوحدة الوحدة ونص، رانا نخدمو خبيزة حلالية الله يقطعو فيك سيرة، خير ما نسرقو خير ما نحرقو خير ما نبيعو الممنوعات خير ما كذا. من كان يعتقد أن كل هذه الحمولة الضخمة ستعبأ على ظهر شاحنة عملاقة فهو مخطئ، لأن الحقيقة هي أن ظهر الحمار هو حاملها. كما شي هذا صاحب الحمير وقال منه السما ما كان حتى صوب بيهم، هما ما كانش الصوب، هما مساكن اللي راهم يحرثوا ليل ونهار، راك تشوف بعينك شنو الكاميون من ثلاثة أصبع واش رجي فيه، وهما ثلاثة بالحمار ولا أربعة يقسموا هذاك القوت، وأنا معجبين كي جاوا رجال يخدموا خدمة يعني ما يروحش يسرق ولا. هادو راهم هادو صحاب الحمار راهم نافعين الفلاحين نافعين يسرقوا كاميوات وراهم يسرقوا راهم يقعدوا ثلاثة تاع صباح خويا، وكاين اللي راهم ساعة يقاطعوا لهم في الطريق ساعة الآخر ويجوا مساكن يخدموا على أرواحهم. وقد تكون حبات الخضر التي يسوقها إليه القدر هنا أو يسترقها من الصندوق هناك كافية ليمد لك ظهره مستسلما وينصب أذنيه وكأنه يعبر على جاهزيته للحمل. راك تشوف فيهم هذو رانا نسترزقوا فيهم هاو قدامك، هذا حمار يعني
نخدم به. راه عندي 22 سنه به خدام بالحمار، لا راس وراس، لا كارتيفا، لا يديك لا يجيبك. ونخدموا حاشاك حاشاك بالحمير، والقوت تاعنا بالحمير. وانا راه عندي مده 15 سنه هنا في السوق تاع بوفيري، كلي حتى عندي 30 سنه هو في السوق هنا. تيجانا جينا صغيره عندي 15 سنه في السوق. وحنا نكروهم ويسرجوا لنا السلعه ونخلصوهم وياكلوا الخبز وخلاص. الناس كاع راهي تاكل الخبز هنايا في السوق هذا تاع بوفاريك وعذراري زواولا. اما ما يعاب على وسيله النقل هذه انها لا تملك اي وثيقه تامين يحميها ما عدا هذه الاعمده الحديديه والرباط الوثيق، فإن حدث وأن صدم إحدى السيارات فما على سائق الكارو إلا أن يدفع كلفة الخسائر التي سببها للسيارة. تضرمي طوموبيل في طريق الموت، ما كاش راسينوس، تديك للحبس تيجا كاع. تقيسك طوموبيل تروح الحبس، تقيس طوموبيل تخلص هنايا في السوق. في فيات. في دار الشراء تولي في الشارع نورمال. رايحين يرفدوا الناس السلعة هادي ويوصلوها للكاميو. وما راهم معاونينا. يعني لو كان رايحين نشرو السلعه وما راهمش هنايا هما، كيفاش رايحه تدي بلاصه السلعه من الكاروات للكاميو؟ العبره في سوق الخضر ببلديه بوفاريك ليست في الكارو وحميرها وحمولتها، بل في اصحابها الذين رفعوا التحدي ولم يستسلموا لشبح البطاله، بل قاوموها ولو برجل واحده، واستطاعوا ان يربطوا الحمار بعربه يجرها إلى رزق يحفظ لهم كرامتهم. عادل شوشو لبرنامج مراسلون.